هنستعرض بقى التشكيل التشكيل وطريقة اللعب. عايزين برضو نعرف اهم اللاعبين، يمكن هتستعرض التشكيل بشكل او باخر، لكن وانت كمان يا احمد بتستعرض التشكيل الاوف لنا على اهم اللاعبين، يعني افضل اللاعبين. بالظبط. اول حاجه معانا في حراسه المرمى، طبعا هم طريقه لعبهم يا كابتن هاني بيلعبوا 4-4-2 صريحه. ساعات بتتحول فلات يعني ولا فلات. ساعات بتتحول ل 4-2-3-1 ازاي؟ عن طريق سقوط واحد من المهاجمين كصانع العاب نمره 10. تمام. يمكن في حراسه المرمى طبعا باركولا اللي هو رقم 16 اللي قدامنا على الشاشه ده بيلعب في نادي اولمبيك ليون بي الفرنسي في الدرجه الرابعه في فرنسا، 21 سنه. ده نعلم عليه كده ان هو واحد من نقاط الضعف عندهم خاصه على مستوى التسديدات. فدي على مستوى التسديدات. عشان احنا هناخد برضو نقاط الضعف ونبدا نتكلم لو ايه اللي احنا كمان كابتن حسام يبقى احنا محتاجين لعيبه بتسدد اكتر. دي حاجه مهمه جدا. نيجي للاثنين المساكين، ديني ده واحد هو اعلى قيمه تسويقيه طبعا، بيلعب في اختافي الاسباني. يبقى لعيب كويس طبعا. قيمته التسويقيه يمكن قيمته التسويقيه 22.5 مليون يورو. دي حاجه مهمه جدا اللي هو ديني. هو اساسي في اختافي الفرنسي، سوري الاسباني. لعب 8 مباريات صنع معاهم هدف، اساسي في ده في الليجا يعني. اكتر لاعب في توجو نعلم عليه كده دايره ديني دي، لان هو اهم مدافع عندهم. اكتر لاعب في توجو قطع كوره على الارقام اللي انا بقولها دي على مستوى التصفيات في كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه، دي اخر 4 مباريات تحديدا. هو اكتر لاعب قطع التمريرات واكتر لاعب استخلص الكرات. فاذا ده مهم جدا اللي هو ديني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو رقم 21 بيلعب في ختافي الاسباني. المساك الثاني اللي هو اماتشو تشوي، ده بيلعب بدون نادي حاليا، وده يمكن هو عندهم مدافع رقم 5 حكيم، ده مدافع اساسي غايب مش موجود في القائمه، ده اللي هيدخل مكانه، ودي برده نقطه ضعف. يعني انت بتتكلم على حارس مرمى وسردباك لغايه دلوقتي. تمام. الباك اليمين ستيف لاوسون، ده واحد من الباكات برده كورته حلوه قوي، وبيلعب في الدوري الاسكتلندي، ده اكتر لعيب في الفرقه بيعمل تمريرات صح، فدليل ان الجبهه اليمين ده هم بيحضروا عليها. دي نقطه مهمه جدا. بيلعب في الدوري الاسكتلندي. نيجي لبسيلي اللي هو الظهير الايسر، بيلعب في بوردو الفرنسي في الفريق الثاني لبوردو الفرنسي. ده برضه يعني 21 سنة وكان عنده مشكلة، هو مشكلته كلها في الجبهة دي أصلا الشمال، فبدأ إن هو يستعين ببسيلي في مباراة السودان الأخيرة. يعني هو مش مركزه تقصد؟ مش الأساسي بتاعه. مش الأساسي. يعني هو بدأ يستعين بيه في يعني زي مثلا أحمد أبو الفتوح كده لما تجيبه في الفترة الأخيرة وتحطه مثلا يعني في الشباب. بالظبط، يعني هو بيستعين بيه على أساس هو لاعب كويس بيلعب برجل الشمال لكن ما عندوش أساسيات باك شمال يعني. ده بسيلي اللي هو رقم واحد، ده اللي هو عنده 21 سنة. نيجي للاثنين اللي في الارتكاز، فلويد ايتي وفرانكو اوتشو. يمكن الاثنين، واحد في الدوري التركي اللي هو ايتي اللي هو بيلعب في الدوري التركي، والثاني بيلعب في الدرجه الثانيه في الدنمارك، برده مش اقوياء قوي. نيجي بقى للاهم مفتاح لعب عندهم اللي هو دوسيفي، ماسيو دوسيفي. اللي هو الجناح اليمين اللي هو رقم 7، بيلعب في دينزلسبور التركي. ده واحد من اهم اللعيبه، 32 سنه، اكتر لاعب عامل صانع فرص، اكتر لاعب عامل تمريرات بينيه، واكتر لاعب عامل عرضيات اللي هو الجناح اليمين. الجناح اليمين يبقى انت بتتكلم على جبهه يمين، اذا كان جبهه يمين هو اصلا كل قوتهم في الجبهه اليمنى اللي هو ماسيو دوسيفي. ده نحط عليه دايره، يبقى احنا حطينا على نقاط القوه ديني اللي هو السيد باك، وحطينا على دوسيفي اللي هو الباك اليمين. وده هنا سؤال، هنحط ايمن اشرف ولا محمد حمدي؟ هنيجي نتكلم معاك نتناقش فيه دي. اوكي، انت بتتكلم كمان على اتنين ديفندر متوسطين، يعني مفيش قوه فيهم خالص. وبالعكس ده هم نقطه الضعف اصلا الاساسيه عندهم، المساحه اللي ورا الاثنين الارتكاز، دي نقطه مهمه في العمق. يعني لو لعب مثلا هنا قفشه او عبد الله السعيد يقدر يستغل المساحه الموجوده في ظهر الاثنين الارتكاز. نيجي للجناح الثاني اللي هو سونو رقم 11، ده برده يعني من اللعيبه اللي عندها 29 سنه. عايز اقول لحضرتك حاجه، 4-4-2 يبقى هم بيعتمدوا على الاطراف اكتر، يبقى خطورتهم في العرضيات. دوسيفي من اللعيبه اللي هي اللي هو الجناح اليمين، من اللعيبه اللي بتعمل عرضيات كتير. طب هو دوسيفي ده اشول ولا انت سعد؟ ايمن. يعتمد على الخط اكتر، على العرضيات اكتر، وبيلعب في الدوري بيعدي على الخط اكتر. لكن سونو بيخش للعمق اكتر وبيشوط. اوكي، يعني واحد بيديك عرضيات اكتر، واحد بيخش للعمق، بيخترق من العمق. اذا الباك اليمين لازم يكون مخلي باله ان سونو بيخترق للعمق اكتر، عكس دوسيفي اللي دايما بيعمل عرضيات اكتر. اوكي، نيجي للاثنين اللي قدام طبعا، اللي هو المهاجم لاباكوجيو مهاجم العين الاماراتي. كان عليه كلام ان هو مش هيجي، وان العين الاماراتي رافض ان هو يجي، ولكن تم حل المشكله دي الصبح، فلسه هيجي هيلعب ولا لا؟ دي برده ممكن يلعب. من اهم اللعيبه بالنسبه لهم، هو اكتر لاعب بيعمل محاولات على المرمى في المنتخب، ومن اهم اللعيبه.
فممكن اللي هيبدا مكانه لو هو لسه عشان السفر والحاجات دي هيبقى دينيكي، اللي هو كيفن دينيكي، ده مهاجم في الدوري الفرنسي بيلعب في نادي نيم الفرنسي، في نادي نيم الفرنسي، واللي جنبه ملابا. ملابا اوكي. هو كان بيلعب بملابا ولابا، ملابا اللي هو اللي هو المهاجم اللي بيبقى بيسقط، ولابا اللي هو بيبقى المهاجم العين الاماراتي. مهاجم العين الاماراتي. ملابا برضو بيلعب في اتحاد كلباء الاماراتي، الاثنين بيلعبوا في الدوري الاماراتي. دينيكي بيلعب في الدوري الفرنسي، فدي طريقه اللعب بالنسبه لهم. نيجي بقى لنقاط القوه تحديدا، هم فريق بيعتمد على الاطراف. زي ما انت اتكلمت، انت دلوقتي بتتكلم على الجبهه اليمنى، بتتكلم على باك يمين كويس قوي وطرفي كويس قوي، بتتكلم على كمان متوسط الدفاع، متوسطين يعني، ما عندهمش تأكيدا لكلام حضرتك، هو يعني هو فريق خطورته على الاطراف. معدل العرضيات بتاع منتخب توجو في المباراه الواحده 15 عرضيه، رقم كبير. هو 14 عرضيه طبعا. بيعملوا 9 من الجانب اليمين و6 من الجانب الشمال. دي اول حاله يعني، اول احنا معانا حالتين تحديدا. اوكي. اول ده، لا ده الحاله الثانيه، خليها يا ريت الحاله الثانيه. دي خطورتهم في الضربات الركنيه، دي ضربات الركنيه خطورتهم في الضربات. هم عندهم خطورتين، الخطر الاول الضربه الركنيه، الخطر الثاني الجبهه اليمنى. ده ابرز حاجتين في توجو. اول حاجه الضربات الركنيه لازم نخلي بالنا ان هم دايما بيلعبوها على قوس دايره منطقه الجزاء، تقريبا عند نقطه البنالتي. نقطه البلانتي هي دي قوس دايره منطقه الجزاء، فدي لازم نخلي يعني لو لعبناها كده هنلاقي ان هو اهو السهم رايح فين؟ السهم هو رايح عند القوس. هو دايما الحته دي مهمه جدا، انت توقف الاثنين طوال شويه. هو ممكن الفكره كمان ان هو زي ما انت شايفين ان ممكن جدا الكره لو اتلعبت في الحته دي الاول خالص في اثنين بياخدوا السردباكات ويخشوا على العارضه القريبه، واللي جاي تقريبا يعملوا بلوك او سكريننج للباقي، واللي جاي من تحت كان شويه، كان المدافع اللي هو موجود كان دايما بيخش من وراهم. فدي بالزبط. لازم نخلي بالنا منها ان هي دايما المرابه. قرار كتير جدا. لما اتفرجت اليوم على ماتشات دي، واحده من اهم مفاتيحهم اللي هي الضربات الركنيه. الحاجه الثانيه اللي هي خطوره الجبهه اليمنى. لو استعرضنا اللعبه الثانيه اللي هي الضربه الجبهه اليمين اللي احنا قلنا عليه، اللي هو اللاعب دوسيفي، ده لاعب خطير جدا جدا، اللي هو رقم اهو. بص حضرتك دايما ده هدف هم جابوه برده في الجزر القمر. بص دي المساحه اللي ورا الباك الشمال، اللي ورا الباك الشمال، اللي هو مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من الحته دي، المساحه اللي ورا الباك ليفت. نكمل اللعبه، لو كملناها هنلاقي ان هو دايما اللي هو دوسيفي ده بيخترق اهو وبيعمل الاوفر، هتلاقي الكره المدافع جابها في نفسه، ولكن ده دليل ان برضو الخطوره من الجبهه دي. وزي ما انت قلت برضو هو دايما المدربين بتحسب اذا كان الوينج اليمين ايمن ولا اشول. لو ايمن يبقى هو طبعا عدلته على اليمين، وبالتالي بيبقى عدد الكروسات بيبقى اكتر شويه. الكلام بتاع الناحيه الثانيه الطرف الشمال هو بيخش على جوه، فعنده بيخش لجوه وبيسدد اكتر.